مساء الخير على حضراتكم، حلقة جديدة من برنامج السادسة. برحب بحضراتكم. لا للتعصب، نعم للروح الرياضية. دي مبادرة وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي لنبذ التعصب الكروي بين الجماهير المصرية والتحلي بأخلاق المحبة والسلام والروح الرياضية، خصوصا وإحنا داخلين على فترة مهمة ونهائي أفريقيا اللي هيحظى باهتمام عالمي. وزي ما أثبتنا أن الكرة المصرية قوية جدا، لازم نثبت قد إيه إحنا بنتخلى بالأخلاق الرياضية والروح الرياضية طبعا المطلوبة. طبعا هيكون في اهتمام عالمي بمباراة زي دي، زي بالضبط ما كان في ردود أفعال واسعة جدا من العالم كله على بوكا جونيورز وريفل بليت في نهائي كاس ليبرتادوريس. هيكون في طبعا اهتمام كبير جدا على مباراه نهائي افريقيا، ولازم نظهر بالشكل المطلوب. مساء الخير عليك يا احمد. مساء الخير يا ساره، ومساء الخير على كل اهلاويه بيتابعونا. حلقه جديده والسادسه، والحقيقه يمكن بعيدا عن الكوره وبعيدا عن المواجهه بين الاهلي والزمالك، انا بيتهيالي المباراه دي عنوانها مصر بتحتفل. هي احتفاليه كبيره جدا، يهمنا تطلع بالصوره اللائقه اللي تليق بالشعب المصري وبالدوله المصريه، واعتقد انها فرصه هيتابعها وهتتابعها كل وسائل الاعلام، فاتمنى ان احنا ننتهز الفرصه. فيما يتعلق بقى بمبادره لا للتعصب، انا بيتهيالي طبعا انها مبادره ايجابيه جدا وفي توقيت مهم جدا، واتمنى ان الرساله توصل. ولكن في النهايه خلينا نقول انه احنا عشان يبقى في مواجهه فعليه للتعصب يا ساره، احنا محتاجين نظام ومحتاجين قوانين ومحتاجين عقوبات. في قاعده بتقول من امن العقاب أساء الأدب. وبره على فكرة لو تبصي، يمكن أوروبا مش عانت بس من التعصب، يمكن أوروبا فترات طويلة جدا عانت من العنصرية. ويمكن لو بصيتوا حتى على ماتشات الدوريات الأوروبية الكبيرة وخصوصا البريمير ليج مثلا، هتلاقوا على التيشيرتس بتاعت اللعيبة كلمة لا مجال للعنصرية. ده مش مجرد شعار بترفعه الأندية على تيشيرتات لعيبتها بس، لكن ده وراه لوائح وقوانين وعقوبات تلتزم بيها او يلتزم بيها اتحاد الكره في انجلترا، ويلتزم بيها ادارات الانديه، وتلتزم بيها الاجهزه الفنيه، ويلتزم بيها اللعيبه، وتنعكس على المنظومه بشكل كامل. انا مش بلوم على الجمهور على فكره، لان الحقيقه للاسف شديد جدا لما بننزل لقواعد الجماهير ما اعتقدش انه في حاله التعصب الكبيره قوي اللي ممكن نقول ان احنا عندنا ازمه او مشكله، لكن انا الوم على اللي بيغذي التعصب ده، الوم على ميليشيات الكترونيه، الوم على وسائل الاعلام يمكن في بعض الاوقات بتفكر على او بتركز على نسبه المشاهده وبتركز على الترند اكتر ما بتتحمل مسؤوليتها. على كل الاحوال اهلا وسهلا بحضراتكم، حلقه من السادسه جديده. نبتدي مع حضراتكم باهم عناوين حلقتنا النهارده. الشيخ يؤدي تدريبات منفرده والشحات يشارك في التمرين الجماعي للاهلي. صلاح والنني وتريزيجيه ينضموا لمعسكر المنتخب استعدادا لمباراتي توجو. وزير الرياضة يطلق مبادرة لا للتعصب قبل مباراة الأهلي والزمالك. اتحاد الكرة يلغي بند عدم مشاركة اللاعب المعار أمام ناديه الأصلي بالدوري. اتحاد اليد يؤجل جولتي حسم الموسم الماضي ليوم 28 و29 نوفمبر الجاري. 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الدوري الإنجليزي. يا اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية. طبعا الحقيقه يمكن بنتابع تمرينات النادي الاهلي كل يوم، ده يعني مستر موسيماني ابتدى يدخل لعيبه في مود الاستعداد طبعا للمباراه، وعايزين نطمن على لعيبتنا. كان في اكتر من لعيب يعني طمننا على ربيعه في الفتره الاخيره، رجع وشارك بقوه، وطمنا على كابتن سعد سمير كمان رغم انه سعد بره القايمه، لكن الحمد لله رجع بالسلامه. عايزين نطمن على باقي اللعيبه. هيكون معانا زميلنا فاروق صلاح من ملعب التتش. يا فاروق مساء الخير. مساء الخير عليك يا احمد، مساء الخير عليك يا ساره، وكل التحيه لكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بيك يا فاروق. كلمني بدايه بس، خليني قبل ما ندخل في تمرينه النهارده اعرف اخر الاخبار المتعلقه بماتش الاهلي وابو قير الاسمده في كاس مصر. هل في تطورات؟ هل في جديد عندك؟ يعني النهارده كان لينا حديث مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، اتكلمنا على المباراه واستعدادات الاهلي للمباراه. الكابتن سيد قال لك حتى الان لم نتلقى اي خطاب رسمي من الاتحاد المصري لكره قدم او اللجنه الخماسيه بشان هذا اللقاء، لكن الفريق بيواصل استعداداته. مفيش اي خطاب رسمي تم ان هو وصوله للنادي الاهلي. النادي الاهلي يعني بيستعد للمباراه النهائيه امام نادي الزمالك في يوم 27 في الدور النهائي لدوري ابطال افريقيا. تمام. لكن بشان هذا الامر يا احمد، النادي الاهلي لم يتلقى اي خطاب رسمي. تمام. هي مفترض المباراه دي موعدها اللي كان محدد مسبقا يعني كان يوم 22 نوفمبر في حدود معلوماتي يعني.
كان محدد لا يوم 21 نوفمبر، ولكن لم يتم يعني اي مخاطبات رسميه، ولكن لم يعني لم يكن هناك اي مخاطبات رسميه مع النادي الاهلي، وده زي ما صرح لنا النهارده الكابتن سيد عبد الحفيظ. تمام. عايزينك كمان يا فاروق بما انك كنت في تمرين النهارده تطمنا على اللعيبه وكمان على حسين الشحات اللي رجع التدريبات الجماعيه النهارده. النهارده يا ساره اقول لك حاله الجاهزيه والتركيز اللي عليها لاعبي النادي الاهلي، وايضا الجهاز الفني. خلاص احنا داخلين في مرحله من اهم المراحل، مرحله التحضير والاستعداد لمباراه الزمالك، ومستر بيتسو موسيماني بدا ان هو يحضر لهذا اللقاء، ويعني تقدر تقول التفكير راجل منشغل باللقاء طبعا وتجهيز اللاعبين. اطمنك النهارده حسين الشحات نزل المران الجماعي، ادى مران اكثر من رائع النهارده. حاله الجاهزيه اللي عليها حسين الشحات، ايضا رامي ربيعه يعني واحد من اللعيبه ان شاء الله اللي جاهز ليه مواجهه نادي الزمالك في الدور النهائي. ايضا جونيور اجاي واليو بادجي اللي كانوا يعني رجعوا من بعد حصولهم على اجازه، النهارده شايف اليو بادجي وجونيور اجاي. طبعا مستر بيتسو موسيماني في ظل النقص العددي بيلجا ان هو يستعين يعني بمجموعه يعني تتجاوز ال 16 لاعب من قطاع الناشئين، بيحاول يقف على بعض اللاعبين اللي ممكن يحتاجها خلال الفتره القادمه، بعض اللاعبين اللي ممكن تطلع اعارات في النادي الاهلي. النهارده تقدر كل اللاعبين مركزين. احمد الشيخ ايضا عايز اطمن جماهير النادي الاهلي عليه، احمد الشيخ النهارده كان في مرحله الاخيره بالجري حول الملعب وقال لي انا جاهز ان شاء الله للمران يوم الخميس. من النقاط الثانيه المهمه اللي عايزين برضو خبر يفرح كل جماهير النادي الاهلي، ان كريم نيدفيد خلاص بدا مرحله الجري حول الملعب بعد فتره غياب طويله. الحمد لله على السلامة. اصابه الحمد لله على سلامته، الحمد لله على سلامته، وحشنا كريم والله. بالظبط. يعني انا حاله السعاده اللي شفتها يا احمد عند كريم هي تنعكس عليها السعاده والكلمه اللي طلعت منك دلوقتي طبعا. يعني كريم نيدفيد يعني ان شاء الله ان شاء الله يعني اشتاق للملعب واشتاق للتدريبات النهارده وهو بيجري حول الملعب، يعني من الاخبار السعيده جدا اللي كان بينتظرها جمهور النادي الاهلي. عدينا مرحله صعبه جدا، يعني كريم قال لي انا عديت مرحله صعبه لكن طبعا. ان شاء الله القادم هيبقى خير. وانا عاجبني يا احمد حاله التفاؤل والرضا اللي عند كريم نيدفيد او محمد محمود او محمود متولي لما تيجي تتكلم معاهم على الاصابه، عندهم حاله من الرضا بقضاء طبعا، وان الاصابه بتبقى قدر، لكن عندهم نفس الامر الدافع والحماس انه يرجع سريعا لارض الملعب. ربنا ما بيعملش حاجه وحشه ابدا. خليني اخيرا اطمن منك على حاله وليد سليمان. يعني برضه انا هطمنك على وليد سليمان وايضا على علي لطفي. علي لطفي كان يعني اشتكى من جزع في الرباط الداخلي للركبه بالامس في المران الامس، والنهارده الجهاز الفني والدكتور خالد محمود فضل اراحه علي لطفي. النهارده كان عمل فحص طبي من خلال الدكتور خالد محمود واداله راحه من المران النهارده، وطبعا الفريق هياخد راحه غدا من اللي يحصل على راحه غدا من التدريب. يوم الخميس ان شاء الله يعمل يعني فحص اخير لعلي لطفي، ان شاء الله يكون موجود في ارض الملعب وفي التدريب ان شاء الله. بالنسبه لوليد سليمان كان اشتكى وما يعني ما كملش المران بالامس، النهارده الجهاز فضل راحته، هيحصل على يومين راحه من التدريب ايضا النهارده واليوم وغدا بمشيئه الله. يوم الخميس ان شاء الله يكون موجود في ارض الملعب. دي يا احمد تقدر تقول كل الكواليس الخاصه باللاعبين المصابين او اللاعبين العائدين، لكن النقطه المهمه جدا اللي عايز يعني برضو ان انا اقولها حاله التركيز بقى اللي عند لعيبه النادي الاهلي. لعيبه النادي الاهلي بتتكلم على كهربا، اجاي، حسين الشحات، محمود وحيد، رامي ربيعه، حاله الجديه والتركيز اللي على اللاعبين. ومن النقاط المهمه جدا برضو يا احمد يعني قبل ما اختم معاك، الدروس اللي احنا بنتعلمها في النادي الاهلي، علاقه اللاعبين الكبار مع اللاعبين الناشئين، ما تحسش ان اللاعب الناشئ غريب على النادي الاهلي او ان هو جديد، ان النادي الاهلي دايما الكبير بيحتوي الصغير، واللاعبين الصغيرين الصغار الناشئين وعلاقتهم مع اللاعبين الكبار في النادي الاهلي اعتقد بتبقى دروس وبتفرق معنويا جدا مع اللاعبين الناشئين. طبعا انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا فاروق صلاح على اخر اخبار تدريب النادي الاهلي النهارده. كل التوفيق للاعبتنا والحمد لله على سلامه الرجاله اللي راجعه. نيدفيد وحشنا، انا بشوف انه كريم نيدفيد الحقيقه واحد من اللعيبه المميزين، لعيب كده يافد زي ما بيقولوا بلغه الكوره. باد لك، معلش بتحصل، الحمد لله ربنا ما بيعملش حاجه وحشه ابدا، مهم ان شاء الله باذن الله ترجع احسن من الاول، وخصوصا انه الاصابه لما حصلت
حصلت في توقيت كان ندفد عنده أو وصل لمرحلة نضج وكان فورمة عالية، لكن قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله على سلامتك يا بطل، مستنيينك ترجع لنا إن شاء الله في أحسن شكل ممكن. طبعاً طيب. النهاردة انضم محمد صلاح ومحمود روح منتخب على طول كده؟ على طول ماشي. ومحمد النني طبعاً لمعسكر المنتخب الوطني المشاركة مع المنتخب أمام توجو في مباراتي الذهاب والإياب المقرر اليوم زي ما حضراتكم عارفين 14 و17 من نوفمبر الجاري ضمن التصفيات المؤهلة لكاس الأمم الإفريقية 2022. كمان وصل أحمد حسن كوكا المحترف طبعاً في اليونان لمعسكر المنتخب، وكل مرة هنيجي نقف عند خبر المنتخب أقول لك إحنا لازم نكسب الماتشين دول ولازم نكسب الماتشين دول بكرة حلوة، لأنه موقفنا في المجموعة ما ينفعش يكون منتخب مصر متعادل مع كينيا ومع جزر القمر، والمنافس الأقوى المفروض لينا في المجموعة هو منتخب توجو يعني. فالمباراتين دول بس مش عايزين نحسس بعض برضو ان احنا رايحين نلعب السنغال ولا كوت ديفوار خالص. ما هو ده اللي يضايقك انه يعني المجموعة يعني ما فيهاش المنتخبات القوية قوي، فاحنا محتاجين ان احنا طبعا نظهر بأحسن شكل، لان انت عندك أحسن لعيبة في أفريقيا. انت بتتكلم كمان دلوقتي اللعيبة كلها في فورمة عالية جدا، اللعيبة المصرية. اتمنى ده يعني، اتمنى طبعا نشوف ست نقط مبدئيا يطمنونا على وضعنا في المجموعه، ونشوف عرض بقى يعني يرجع لمنتخب مصر الكره الحلوه بتاعت زمان، كره بتاعت كاس عالم قارات. فاكرين ماتش مصر والبرازيل؟ فاكرين ماتش مصر وايطاليا؟ ما كانش حلو قوي بس لينا كسبنا. بلاش مصر وامريكا. بلاش مصر وامريكا. على كل الاحوال كل التوفيق لرجالتنا، وانا شايف انه كابتن حسام عنده الحقيقه يعني مجموعه كوكتيل كده على اعلى مستوى يقدر يقدم بيه صوره محترمه لمنتخب مصر. طيب نروح لدكتور اشرف صبحي. زي ما اتكلمنا انا وساره في بدايه الحلقه النهارده، دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه اطلق مبادره هدفها نبذ التعصب بين جماهير الكره المصريه. المبادره شعارها لا للتعصب نعم للروح الرياضيه، هدفها طبعا انها يعني توصل للجماهير وتشجعهم على ان هم يقفوا في ظهر فرقهم بدون اي شكل من اشكال التعصب. مهم جدا يبقى تبقى فرصه الحقيقه انه يعني فكره انه المنافسه مش بالضروره تتحول لخصومه، حاله المحبه وحاله السلام لابد انها تكون موجوده طول الوقت، وخصوصا انه زي ما قلت لحضراتكم في حاله فرحه لمصر، يعني في النهايه بطل دوري الابطال مصري والكاس هيفضل على ارض مصر. ونتمنى ان شاء الله انه هذه المبادره يعني تتخطى بقى حاجز او نتخطى حاجز المبادرات، واعتقد الدكتور اشرف صبحي ممكن يكون عنده رؤيه واضحه في الاتجاه ده بالتنسيق طبعا مع الاتحادات المعنيه، وانا مش بتكلم على كره القدم بس، انا بتكلم على كل الرياضات والاتحادات. من الممكن الحقيقه ان احنا نحط مجموعه من ده، احنا كمان بنتكلم على ان الجمهور غايب على المدرجات، ما بال حضراتكم لو المباراه دي كانت بحضور جماهيري بالشكل الكلاسيكي القديم، يعني كان ماتش زي ده انا بيتهيالي لو اتلعب في اي ملعب كان الملعب هيبقى ممتلئ عن اخره. فبالتالي مهم جدا نبص بقى ازاي ممكن نترجم ده للوائح والقوانين نقدر نعمل بيها يعني نظام كده. كمان دلوقتي احمد السوشيال ميديا هي اللي بتولع الدنيا بين الجماهير، يعني مش بس في المدرجات دلوقتي السوشيال ميديا، مش عارفه بقى يكون في رولز ولا قوانين ولا ايه، ولكن بيحصل فتنه بس. اسمحي لي سريعا جدا عشان وقتنا، اقول لك رايي في موضوع السوشيال ميديا دي. انا رايي انه اي فتنه معموله على السوشيال ميديا هي فتنه مفتعله ومقصوده. ده ينطبق مش بس على الرياضه، ده ينطبق على الرياضه وعلى الفن وعلى السياده او على السياسه. بالظبط كده. في ناس موجهه وفي ناس مدفوعه بتشتغل الشغلانه دي، ما بتعملش حاجه ثانيه غيرها غير انها تعمل فتنه وتعصب بين او بتخدم مصالح معينه او بتروج لفكر معين او بتروج لشخص معين. ده كله بيحصل بقى جزء من البيزنس اللي حصل على السوشيال ميديا، ومن الممكن تعقبه ومن الممكن محاسبة القائمين عليه على فكرة إذا كان في إرادة لده يعني في جميع الأحوال. نروح بقى للجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، واللي قررت إلغاء بند عدم مشاركة اللاعب المعار قدام نادي الأصلي بداية من الموسم اللي جاي. مسؤولين اتحاد الكرة كشفوا أن البند ده ضد الاحتراف، لأن من حق كل نادي استعار لاعب أنه هو يستفيد منه في كل المباريات، ولو كان النادي اللي بيعير اللاعب ده بيرفض مشاركته أمامه طب ما من الأولى أنه هو يحتفظ بيه في قائمته وما يفرطش فيه. مسؤول اللجنة الخماسية قالوا أنه هيتم وضع ما يفيد بإلغاء البند ده في شروط مسابقة الدوري الموسم اللي جاي، وانا بايد القرار ده جدا. فير انف بصراحه، فير انف حقيقي. صحيح انت محتاجه احتفظ بيه، ما صح. يعني ما تفرطش يعني فيه. يعني ممكن يبقى المتضرر من القرار ده الانديه الكبيره او الانديه اللي عندها يعني زياده عن احتياجها من اللاعبين المتميزين اللي ما بتقدرش تضمهم في القائمه، فبالتالي هي مش عايزه تفرط فيه فبتطلعوا اعارات.
وينطبق ده على الاهلي والزمالك على فكره وغيرهم من الانديه، لكن في النهايه اذا كان في لعيب خرج للاعاره من حقه يشارك مع الفريق اللي تمت اعارته ليه بشكل كامل ايا كان الفريق المنافس حتى لو كان الفريق الاعاره. نروح لخبر تاني وخبر خاص باتحاد كره اليد اللي حط نفسه الحقيقه في موقف صعب جدا. الحقيقه يمكن في جولتين زي ما قلنا لحضراتكم في فكره الازمه اللي حصلت بسبب استكمال الموسم الماضي، في جولتين تحديدا لم يتم استكمالهم وهيتم تاجيلهم من الموسم الاخير، يعني هيتم تاجيلهم ليوم 28 و29 نوفمبر بدل من الموعد اللي كان محدد ليهم يوم 11 و12 نوفمبر من نفس الشهر. زي ما قلت لحضراتكم في خلاف اوريدي قائم بين الانديه واتحاد كره اليد بسبب انه الاتحاد عايز انه الفرق او الانديه يعني تخوض مسابقات المسابقه بتاعه الموسم الاخير بالقوائم القديمه مش بالقوائم الجديده اللي لعبت بيها اوريدي الموسم ده، وده طبعا اللي بترفضه كل الانديه لانه طلب غير منطقي على الاطلاق. انديه مشيت منها او مشي منها عدد من اللاعبين وانضم ليها عدد من اللاعبين الجداد، وبالتالي ده يخلي عندهم نقص شديد جدا في مباراتهم او في قوائمهم للجولتين، خصوصا طبعا انه المنافسه ما زالت محتدمه، في منافسه قويه جدا بين الزمالك والاهلي وكل واحد من الفرقتين عنده فرصه لحصد اللقب. الجوله الحقيقه يمكن جوله 12 في بدوري المحترفين بهدف استكمال موسم 2019-2020 اللي احنا خلصناه، المفروض خلصناه وابتدينا موسم جديد، في لقاءات مهمه. الاهلي هيلعب فيها طلاع الجيش، والزمالك هيلعب مع سبورتنج والاولمبي مع هليوبلس، وسموحه مع البنك الاهلي. الجوله الختاميه بقى هتشهد لقاءات بين طلائع الجيش مع الاولمبي، سبورتنج هيلاعب سموحه، هليوبلس هيلاعب البنك الاهلي، والاهلي هيواجه الزمالك. على كل الاحوال طبعا احنا في انتظار، يعني هو ده موسم استثنائي واعتقد انه الكيس دي او الموضوع ده ما تكررش في اي حته في العالم غير عندنا هنا في مصر. نروح بقى يا احمد للدوري الانجليزي، ومان سيتي كان تعادل مع ليفربول، احنا ما اتكلمناش في الموضوع ده. واحد واحد عشان ما حدش يزعل اظهرت الجوله الاحدث من اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد في الدوري الانجليزي الممتاز اول امبارح يوم الاحد 4 حالات اصابه جديده بين المدربين واللاعبين. واوضح بيان لرابطه الدوري الانجليزي ان الرابطه بتاكد ان بين يومين الاثنين الموافق الثاني من نوفمبر والحد الموافق الثامن من نوفمبر خضع عدد كبير جدا من المدربين واللاعبين لاختبارات فيروس كورونا، وقالوا ان اللي هيتم يعني التاكيد ايجابيه مسحته هيتم عزله لمده 10 ايام. هو على فكره خليني اقول لك كمان معلومه انه رابطه اللاعبين في الدوري الانجليزي لاعبين المحترفين بترفض، يعني ما بيتم اكتشاف حالات ايجابيه بترفض ذكر اسماء اللاعبين المصابين بالفيروس كورونا. يعني على كل الاحوال نتمنى لهم الشفاء ونتمنى يا رب الحقيقه احنا يعني عانينا تفتكر هيبقى في العالم كله جديده وناجل بطولات تانية اولمبيكس تتاجل تاني؟ لا قدر الله لا قدر الله، ما اعتقدش انه احنا نستحمل على كل المستويات مش بس رياضيا واجتماعيا طبعاً. واقتصاديا انه العالم يمر بحاله العزله اللي حصلت، لكن برضه هو غرور الانسان هو اللي وصله لكده. ما تنسيش يا ساره. على كل الاحوال نروح لفاصل يا رب ونرجع لحضراتكم مره تانية في السادسه. نيجيريا واحدة من أقوى دول القارة الأفريقية طبعا على مستوى رياضة كرة القدم، والحقيقة قدمت مش بس لأفريقيا الحقيقة وللعالم كله نجوم كتير جدا أجيال وراء أجيال، نوانكو كانو وأوكوشا وغيرهم وغيرهم الحقيقة، جون أوبي ميكال وغيرهم، عشان أنا طبعا لو قعدت أتكلم على أهم لعيبة نيجيريا يعني هنقعد كتير، ومنهم الحقيقة واحد من اللاعبين المميزين جدا جاربا لوال قائد منتخب نيجيريا وفريق رودا الهولندي، وهيكون ضيفنا في السادسه دلوقتي من خلال فيديو كونفرنس نتكلم معاه شويه على نهائي افريقيا، ونتكلم معاه كمان عن جونيور اجاييه نجم نادي الاهلي المحترف النيجيري. جاربا اهلا بيك على شاشه النادي الاهلي في برنامج السادسه. طب لغايه لما نوصل للتواصل او ننجح في التواصل معاه، خليني اقول لحضراتكم كمان بمناسبه الكره الافريقيه النهارده يعني يعتبر يوم غالي جدا وعزيز جدا، يمكن كتير منكم ما يفتكرش التاريخ قوي، بس انا واثق ان الاهلاويه اللي متابعين وحافظين عارفين النهارده بيمثل لنا ايه. النهارده هو الذكرى السابعه لاخر بطوله دوري ابطال فاز بيها النادي الاهلي 10 نوفمبر 2013. المكان ملعب المقاولين العرب وسط حضور جماهيري غفير الحقيقه في نهائي دوري الابطال اللي جمع بين النادي الاهلي واورلاندو بايرتس الجنوب
افريقي في التوقيت ده. كان اورلاندو بايرتس على فكره من اقوى الفرق في القاره الافريقيه، وكان صاحب حضور قوي ومميز جدا في اغلب البطولات في السنين دي. لكن الحمد لله يعني طبعا بفضل رجاله الاهلي اللي لعبوا مباراه كبيره جدا وقدروا يحسموا اللقاء لصالحهم بنتيجه 2-0، تمكن النادي الاهلي من تحقيق النجمه الثامنه. وللاسف دي كانت اخر بطولة لدوري الأبطال يحصل عليها الأهلي. كسبنا بعدها الكونفدرالية، لكن تظل بطولة دوري الأبطال بالنسبة لجمهور نادي الأهلي بطولة غالية جدا. وصلنا فيها للتتويج، بيبقى حدث خاص واستثنائي، مش بس بيكتب في تاريخ اللعيبة وفي ذاكرة يعني النادي، لكن كمان أعتقد أنه الجمهور اللي بيحضر فوز الأهلي ببطولة زي دي عمره ما بيتنسي اليوم ده، عمرها ما بتتنسي البطولة دي. أنا فاكر كويس جدا الملعب، وفاكر كويس جدا لعيبة الأهلي، يعني أغلب نجوم النادي الأهلي طبعا كتير منهم النهاردة مش معانا في الفرقة، لكن خلينا نفتكر طبعا كان في أحمد فتحي، كان في عبد الله السعيد، كان في عماد متعب، كان في أحمد عبد الظاهر، كان في حسام عاشور، كان في أبو تريكة، كان في وائل جمعة. كل دول طبعا يعني خلاص ما بقوش موجودين معانا، لكن طبعا ان شاء الله عندنا نجوم قدها وقدود وقادرين يحققوا ان شاء الله النجمه التاسعه. الاهداف بالمناسبه في المباراه دي، الجون الاول كان جابه محمد ابو تريكه، والجون الثاني كان جابه احمد عبد الظاهر، والقياده الفنيه طبعا كانت لكابتن محمد يوسف ابن النادي الاهلي والمدير الفني اللي استطاع النادي ان هو تحت قيادته يحسم لقب البطوله. نتمنى ان شاء الله باذن الله انه التاريخ 7 سنين في عمر الكوره انك تبعد عن بطوله قاريه، على فكره مش كتير يعني، يعني اكبر انديه العالم ممكن تقعد 7 سنين وثمان سنين وعشر سنين. انا ممكن اقول لحضراتكم انديه عندها ارقام قياسيه في التحقيق الالقاب القاريه وما حققتهاش بقى لها اكتر من 10 و12 سنه، يمكن يكون زي مثلا على سبيل المثال اي سي ميلان، في واحد من تاني اكتر نادي في اوروبا عنده القاب قاريه وما قدرش يحقق البطوله في خلال العشر سنين ويمكن أكتر من 10 سنين فاتت. خلينا نروح لنجم نيجيريا ورودا الهولندي جاربا لاوال من خلال الفيديو كونفرنس مرة تانية. أهلا بيك على شاشة الأهلي. أشكرك يا عزيزي. في البداية خليني أسألك، يعني بما انه على شاشه الاهلي يبقى لازم اسالك عن النجم النيجيري جونيور اجايي المحترف في صفوف النادي الاهلي، وهل انت حريص على متابعته وازاي بتشوف تطور مستواه مع النادي الاهلي؟ لا اعتقد ان اجايي في مع وجودي في الاهلي تطور اعتذر عن نوعي، لست استطيع سماع المتحدث، ولكن هو انا احب ما قدمه للاهلي واحب الاهلي وهو افضل نادي بالنسبه لي على مستوى الافريقي. في رايك يعني ايه الاسباب اللي ما خلتش لاعب بحجمه وبتأثير جونيور أجايي انضم لمنتخب نيجيريا، وهل بيميل يعني الجهاز الفني في نيجيريا دايما على الاعتماد على المحترفين في الأندية الأوروبية، رغم انه في كتير متألقين مش بس كجونيور أجايي، ولكن لو بصينا للأندية الأفريقية والأندية العربية هنجد فيها عدد كبير من اللاعبين النيجيريين المميزين؟ نعم، أعتقد أن ليست هناك مشكلة بعينها، لأن المدربون هم من يقومون باختيار اللاعبين بناء على الاحتياج وكيفية تمكين التحركات على أرض الملعب. وأنا لا أعلم لماذا لم يقومون بالاتصال بأجايي، ولكن نيجيريا لديها العديد من النجوم، وبالتالي لا يمكننا أن نشير إلى مدرب بذاته أو أن نحمله الخطأ أو المسؤولية، فهو يعلم تماما ما هي احتياجاته لكي يمثل بلده كمنتخب قومي على أرض الملعب. ولكن
الأمر كله يتعلق بالوقت. لو نزل أجايي الملعب فهو مجرد مسألة وقت، سوف ينزل إلى المنتخب، سيلعب مع المنتخب القومي أكيد، وأنا أعلم أنه يلعب مع الأهلي على مستوى النهائي، والأهلي قد كسب الكأس، وأنا أعلم أن أجايي لديه ما يقدمه لمنتخبه القومي. طب خليني أسألك على الكرة النيجيرية، وأعتقد أنه الجرين إيجلز دايما بيكونوا في أي بطولة بيشاركوا فيها مرشحين للحصول على اللقب، لكن لما بنيجي نبص النيجيريا في السنوات الأخيرة بنلاقيها كتير غايبة عن التتويج، وأيضا حتى على مستوى الأندية النيجيرية، يعني بفتكر أنه من سنوات مش كتير كان فريق زي أنيمبا موجود على ساحة الكرة الأفريقية وبينافس وبيحصد لقب البطولة، ولكن أيضا حتى على مستوى الأندية غابت نيجيريا. من وجهة نظرك إيه هي أهم الأسباب؟ نيجيريا هي بلد كبير ولدينا الكثير من الفرق ولاعبين ذو المستوى، وكلهم لهم دور على المستوى سواء الإقليمي والمحلي والدولي، وأن الكرة عامة هي منحنى دوار، في بعض الأحيان ترتفع أسهم بعض النوادي على الأخرى، على النوادي الأخرى، إلا أن نحن نحاول أن نكون لدى هذه الفرق النوعية الفنية المطلوبة، وحتى يمكنهم أن ينتجوا لنا كرة جميلة، ولكن اللاعبين الشباب هو أملنا جميعا، ونأمل أن نجد من بين هذا الشباب نوعية مثل أجايي، والذي يمكنهم بالتالي أن يحسنوا من إنكورة عامة. إزاي استقبلت خبر تولي المدرب الجنوب أفريقي موسيماني الإدارة الفنية للنادي الأهلي؟ يعني لأول مرة يمكن في تاريخ الكرة المصرية يتولى مدرب من داخل القارة الأفريقية، مدرب أفريقي، المسؤولية الفنية. إزاي استقبلت الخبر ده، وإزاي ممكن تشوف تأثير ده مستقبلا على مستقبل المدربين الأفارقة؟ وتدريبه للأهلي هو تطور طبيعي لمسيرته، إن وسوف يقوم بتحقيق اللقب للنادي الأهلي. بيتسو لديه كل ما هو مطلوب حتى يسهم في إنجاز الأهلي لهذا اللقب، وسان داونز وطريقة إدارة بيتسو للعب تثبت لنا أنه الآن كذلك في مرحلة من التطور، فقد جدد من نفسه، والفرص المتاحة الآن سواء للنجوم الكبار الذين يلعبون للأهلي أو للمستوى على مستوى الفني قد يصل بنا بكل الأحوال إلى تحقيق مستوى عالي وألقاب إن شاء الله كؤوس. إزاي بتشوف وصول الفرقتين من دولة واحدة لأول مرة، يعني حدث أول مرة بيحدث في التاريخ في نهائي دوري الأبطال في القارة الأفريقية، الأهلي والزمالك؟ أعتقد أن بيتسو بتواجده في الأهلي هي نقطة إيجابية للأهلي، وأعتقد أيضا أن حتى وإن كان الفريقان من ذات الدولة، ولكن التحضيرات الفنية وإمكانيات النجوم والتناغم بين هاتان النقطتان سوف تحملنا إلى مشاهدة مباراة ممتعة، وأنا متأكد أن الأهلي وهو أكبر فريق على المستوى الأفريقي الآن سوف يلعب بكل قوته، حتى وإن كان يلعب مقابل فريق من ذات دولته. نعم جرب روان، نجم منتخب نيجيريا، بشكرك على تواصلك معنا على شاشة النادي الأهلي في السادسة، شكرا جزيلا ليك. كابتن ضياء عبد الصمد، نجم من نجوم النادي الأهلي، أمتع الجماهير كتير جدا في الملاعب
وكمان تألق على المستوى التدريبي سواء مع الشرطة أو مع الداخلية. والنهاردة هيمتعنا طبعا بالتحليل وكلام كتير على مباراتي منتخب مصر مع منتخب توجو كمان على النادي الأهلي. برحب بيك يا كابتن منورنا. ربنا يخليك يا كابتن سارة، أنا سعيد أن أنا موجود معكم. كنت قطعت فترة كده لظروف ما يعني، بس أنا سعيد أن أنا موجود معكم. نورتنا من جديد طبعا في بيتي يعني. طبعا بيتك يعني. طبعا الحمد لله. خلينا يا كابتن نبدا بمباراتي منتخب مصر مع منتخب توجو، وتقول لي شايف المباراتين دول ازاي بالنسبه لمنتخب مصر، يعني سهلين صعبين، الاستعداد ليهم شايفه المفروض يكون ازاي؟ هي سهله وصعبه في نفس الوقت. ماتشين مهمين جدا بالنسبه لمنتخب مصر. لما نيجي نبص لعدد النقاط او للترتيب، المنتخب مصر هو بيحتل المركز الثالث بعد جزر القمر وكينيا، وفي الاخر خالص توجو. ماتشين مهمين جدا جدا جدا، انا بعتبر ان الماتشين دول عنق زجاجه بالنسبه لمنتخب مصر، هيريحونا كتير جدا. اي نعم الفاصل الزمني بينهم 3 ايام مش اشكال، ده محلول بالطياره الخاصه اللي مصر هتاخدها ان شاء الله بعد المباراه الاولى. مش عايز ادي للمباراه اكتر من اهميتها. يعني لما نيجي نبص لاسم مصر واسم توجو، فرق شاسع جدا في 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 التاريخ وفي في الامكانيات أكيد. وحتى في الكواليتي بتاعت اللعيبه. لما تيجي تبص يا كابتن ساره دلوقتي انت على لعيبه نادي منتخب نادي منتخب مصر على 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 منتخب مصر، عندك 3-4 لعيبه ما شاء الله، اذا كان صلاح او النني او تريزيجيه ثلاثه تقال جدا ليهم تصنيف، وثلاثه بيلعبوا في الدوري الانجليزي. وكوكا يا كابتن. نعم وكوكا احمد حسن. وكوكا سوري كوكا وكوكا بس هنقول يعني ايه يمكن كوكا ما كانش ليه الحظ الاكبر مع المديرين الفنيين اللي كانوا موجودين قبل كده في منتخب مصر زي ما كان تريزيجيه او النني او صلاح موجودين في التشكيل الاساسي على طول مع منتخب مصر. مش عايز زي ما اقول ادي لهم اكبر من حجمهم، ولازم احترم الخصم كويس جدا. ما بقتش دلوقتي يا كابتن ساره بالاسماء، لا بقت بالتدريب وبالاداء وبالرغبه وانت عايز ايه المباراه. دي مهمه جدا، وعلى ما اعتقد ان كابتن حسام جهاز كله جهاز مصري واللعيبه عندها من الخبرات اللي تقول ان احنا الماتشين دول بالنسبه لهم اذا كنا فرطنا في 4 بونت قبل كده فالسته بونت دول بالنسبه لنا هيبقوا عنق زجاجه. انا بعتبرهم مهمين جدا في مشوارنا، ان شاء الله السته بونت دول مهمين لازم ناخدهم باذنك يا رب، ان شاء الله ناخدهم السته بونت دول، بعد كده هتلاقي الامور كلها اتفتحت بالنسبه لنا. لان ما خلاص لو لا قدر الله حصلت مشكله هتبقى فرصتنا صعبه جدا يعني، وده صعب انه يحصل بالنسبه لمنتخب مصر طبعا. عايز اسالك انه شايف المفروض المنتخب كان يعود لفكره التجمعات والمعسكر التدريبي الطويل عشان يحصل تجانس اكتر واندماج اكتر بين اللعيبه، وخصوصا انه زي ما حضرتك قلت احنا ما قدمناش حل غير ان احنا نفوز بالمباراتين دول، خصوصا ان احنا اتعادلنا المباراتين اللي فاتوا. انا مع المعسكرات بس مش الطويله. لان المفروض ان اي لعيب يتم اختياره في منتخب مصر بيبقى عنده من الامكانيات والقدرات اللي بيها يقدر يتكيف بالطريقه اللي ممكن المدير الفني او الجهاز يلعب بيها. مش هبدا احفظ زي الفرق اللي لسه يعني اللعيبه درجه استيعابها وامكانياتها الفنيه 6/10 7/10، لا ده انا بجيب يعتبر احسن لعيبه في مصر اللي بيها بقول ان اللعيب دوت بدل ما اقعد معاه شهر مثلا او 3 أسابيع في معسكر، لا ده هو اسبوع كتير قوي كفايه عليه يحفظ شكل الطريقه اللي هلعب بيها 3-5-2 4-3-2-1 زي ما كابتن حسام بيحب يلعب. فدي بتسهل جدا على الجهاز الفني ان هو يديله اللي هو عايزه من المباراه. مختلف تماما الشكل لما اجيب لعيب لسه ما يعني ما اندمجش قوي وخبراته قليله. تفرق كتير قوي يا كابتن سار ان لعيب تقدري تقولي انا محتاجه منك الشكل الفني في الدفاع والشكل الفني في الهجوم وهي ده هينفذه، لان دي امكانياته وقدراته واللي بيها بختار لعيبه كويسه. فانا مع المعسكرات بس يعني مش الطويله، لان اللعيب مهما كان بيزهق من المعسكرات الطويله. لكن المفروض كان يعني على الاقل اسبوعين او اكتر شويه اللي بيها حته الاندماج ديت تبقى موجوده مع المنتخب. وفي نفس الوقت ما اقولش انا لو ما كنتش عملت المعسكر دوت الفتره دي كان ممكن تحصل عندي مشكله، لو كانت عندي فتره اطول
كان يبقى بالنسبه لك يبقى احسن. بس بتتوقع انه المنتخب يظهر بشكل مغاير او مختلف عن المباراتين اللي فاتوا، انه خلاص كابتن حسام او الجهاز الفني تدارك الاخطاء اللي حصلت في المباريات اللي قبل كده؟ دي هترجع للعيب. بمعنى يمكن قلنا في اول ماتش وتاني ماتش احنا خدنا 2 بونت، وكان يعني الناس كلها اتكلمت وقالت صعب قوي ان احنا كمنتخب مصر ناخد 2 بونت من 6 بونت. اللعيبه تبقى نازله انا متاكد ما عندهاش بود تاني غير المكسب، وده بيفرق. مهما حصل يا كابتن سار، مهما حصل حضرتك، لو انا مدير فني وفرقتي محتاج منها الثلاثه بونت ولازم يعني لازم اوكي ان انا اجيبهم، رغبه اللعيب بتفرض نفسها على اي تشكيل وعلى اي مقومات تانية موجوده داخليه او خارجيه في المباراه. رغبه اللعيب في الفوز بتفرق معاه كتير جدا 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 في نتيجه المباراه. على ما اعتقد ان الخبره اللي موجوده في منتخب مصر المتمثله زي ما قلت اذا كان في صلاح او في النني او في تريزيجيه دلوقتي او في الناس الكبيره اللي موجوده، طارق حامد مع بقيه اللعيبه اللي موجوده، انا على ما اعتقد دي هتفرض نفسها ان احنا لازم نكسب المباراه دي، ما فيهاش كلام تاني خلاص عشان نستريح بعد كده ان شاء الله. يعني بالنسبه للقائمه النهائيه كنت شفتها ازاي؟ القائمه النهائيه اللي اعلن عنها كابتن حسام البدري بالنسبه لمنتخب مصر، وشايف في حد اتظلم كان المفروض يبقى في القائمه دي ولا لا؟ ايه الضحكه دي يا كابتن؟ الضحكه دي هقول لك بامان، انا زعلان على احمد فتحي. ده بامانه. احمد فتحي راجل ولعب كويس. مروان محسن انا مستغرب، يعني انا اكتر واحد استغربت له مروان محسن بره القايمه. احمد فتحي كلام كتير اتقال، انا مش هتكلم في الكلام الكتير اللي اتقال دوت ايا كان شكله. كهربا يا كابتن ما لسه هقوله، لسه التالت لسه هقوله. مستعجله كهربا؟ لا 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 كهربا. التلاته دول مش هقول ان هم عمود فقري، او التلاته دول انا شايفهم قريبين جدا من تشكيله منتخب مصر. الدليل ان مروان محسن كل المديرين الفنيين اللي مسكوا منتخب مصر من سنتين وفي النادي الاهلي تحديدا، مروان محسن كان بيبقى نمره واحد. مش معقوله امكانيات مروان محسن وكل المديرين الفنيين اللي بيجوا مختلف الجنسيات، ومروان محسن بيتحط او بيتفرض عليهم. هو مش بيفرض نفسه غير بالايه؟ غير بلعبه وغير بادائه وغير بتنفيذه للتعليمات. بيفرق كتير جدا ان اللعيب يأدي كويس قوي اللي مطلوب منه من المدير الفني، وان اللعيب ده مع اي حد بيبقى اساسي. انا مستغرب. كهربا مش عارف يعني بعده من القايمه سببه نفسته، ممكن بيغضب شويه، متسربع، مش عارف. لكن هم الثلاثه دول اكتر ثلاثه بالنسبه لي كانوا مؤثرين جدا، او انا استغربت انهم يكونوا بره قائمه المنتخب. يعني هو كهربا وارد انضمامه، ولكن حتى لو نرفزته يعني احنا بنتكلم برضو فنان يا كابتن، يعني لاعب كبير وتقيل ويفيد المنتخب بشكل كبير. ممكن مدير فني يقول لك اللاعب ده ممكن يخسرني تغييره، او ممكن ياثر على اللعيبه اللي حواليه. انا 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 مش انا مش بت يعني مش بهاجم كابتن حسام او بدافع عنه، لكن انا بقول ممكن الفكر للمدير الفني او للجهاز بيبقى بتوصل ليه؟ يعني بتوصل بعض الاحيان في الانديه وليس في المنتخبات، ان انا لعيب احس انه لو حد استفزه او ممكن يوظف مباراه او ممكن يخسرني تغييره، انا اكون في حاجه ليها. ده ممكن يكون تفكيره. وممكن برضو عدم لعب كهربا الفتره الاخرانيه بشكل دائم ممكن يكون من حطه في دماغه. بس لكن انا واثق في امكانياته. في لعيبه ثانيه بقى لها سنه تقريبا ما لعبتش ومتاخده. ما هو دي بترجع لحسب التكوين. انا مين جنب مين يديني ايه؟ يعني انا بحط اثنين لعيبه مثلا ممكن تبقى الانسجام في اللعيب اللي بقاله فتره دوت بيقدر يستوعب بسرعه ويبدا ينفذ بسرعه. او تكتيكيا بتلاقيه كويس. حتى بقى اقول لك حاجه صغيره جدا، النني قبل ما يبقى موجود في الارسنال الفتره اللي فاتت دي، انا اتحدى وبقولها لك يا ساره، اتحدى اذا كان حد يقول لك ان النني كان ممكن يدخل القايمه في منتخب مصر. لكن الفتره اللي فاتت الراجل اشتغل على نفسه كويس جدا جدا جدا. ايه رايك في النني دلوقتي مع ارسنال؟ انا طول عمري ليه انا بقول النني من احسن اللعيبه اللي موجوده في مصر كلها تكتيكيا. وبحط كلمه تحت تكتيكيا دي، يعني تنفيذ للتعليمات صارمه. جت عليه فترة يا كابتن انهار. كمية انتقادات انهار تخلي حد يبطل من الكورة كلها يبطل. طب انا بقول لك اهو يا سارة، انا ليه بقول لك كده؟ المفروض مش هدخل جوه دماغ المدير الفني، لكن انا بقول لك القريب او اللي ممكن يفكر فيه المدير الفني. كهربا ممكن
جنب مثلا هنقول تريزيجيه او جنب صلاح او جنب كوكا، ممكن ما تلاقيش الانسجام بينهم تماما. كهربا مثلا بيلعب مهاجم صريح، ما هو بيلعب على الطرف ممكن يعني، بس الاحسن له بيلعب فرده يمين يا شمال، طرف يمين او طرف شمال. ممكن يقول لك هلاقيه ايه، ممكن لو قعد احتياطي ما يدينيش، في لعيب ما تاخديش منه غير لما يبتدي. يعني في لعيبه كتير جدا تبتدي تاخدي منها كل انت عايزاه، ولعيب العكس تماما يقعد يتفرج على المباراه، يبص شكل المباراه محتاج ايه، بيقرا المباراه وينزل يديلك كل انت عايزاه وزياده، زي ما كان بيحصل مع جده. طب جده من احسن التغييرات اللي موجوده، وهتفضل كل التاريخ كله بيتكلم عليه، ده جون ربع ساعه، 5 دقائق، 10 دقائق، بيقرا المباراه محتاج ايه وبيخلصها. طبعا. ممكن يكون ده فكر من افكار كابتن حسام الجهاز، كان واخد احسن تبديل في 2010 واتعملت له، دي اتعملت له مخصوص ليه. طب ما فيش اجهزه اسمها احسن 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 بديل، اتعملت له احسن بديل على اساس ان هو اثر في المنتخب وفي نتيجه، بيأثر في نتيجه المباراه. فدي حاجه ممكن اللي يعرفها او يحسها او يستشعرها على ما اعتقد المدير الفني. يعني كلام اكتر طبعا على منتخب مصر يا كابتن ضياء، ومستمتع جدا الحقيقه بالحديث، بس بعد الفاصل. برحب بحضراتكم مره تانية، ولسه معايا كابتن ضياء عبد الصمد، وبنتكلم على منتخب مصر قبل مباراتي توجو. كنا بنتكلم يا كابتن في الفاصل على فكره شاره الكابتنه في المنتخب او في النادي، كنا بنقول حق اصيل للمدرب، والمعروف ان هي بالاقدميه. ليك وجهه نظر تانية؟ انا كنت كابتن النادي الاهلي من 13 سنه لغايه 21 سنه، وكابتن منتخب القاهره وكابتن منتخب مصر. الاقدميه ده المعروف او المتعارف عليه، ان الكابتن التيم اقدم واحد في التيم، اقدم واحد في التيم. لكن اقدم واحد في التيم وما عنديش الكواليتي وما عنديش الشخصيه وقوه الشخصيه في ان انا الم اللعيبه وابقى مسيطر عليهم وقدوه صالحه، يبقى انا كده يعني بهزر بقى. انا اللي يهمني مصلحه الفريق. شخصيتي قويه واللعيبه بتحبني وحازم، وفي نفس الوقت انا بادي وبلعب، يبقى خلاص. لكن مش شرط ابقى سني كبير او قديم ابقى وعندي يعني بعض العيوب اللي موجوده فيها في شخصيتي. انا عارف انك كنت بتلعب يا كابتن على كباتن ونجوم كبار قوي في مركزك. انا لعبت انا لعبت ماتش الترسانه والاسماعيلي في نهائي كاس مصر 84 85 بعد ما الفرقه كلها رجعت. يعني احنا ماتش الاهلي والزمالك 3-2 كلنا كنا ناشئين ما عدا كابتن احمد شوير، وكلنا كنا 65 64 66 يعني كلنا كنا يعتبر في جيل واحد سن واحد. بعد ماتش الزمالك لعيبه كل لعيبه رجعت اللي في مركزي كلها، لعيبه كبيره اكبر مني اكبر مني اكبر مني. كابتن جوهري رحمة الله عليه وربنا يرحمه قال يا جماعة الملعب للجميع، والحمد لله رب العالمين، ربنا كرمني ولعبت ماتش الترسانة قبل النهائي وماتش الإسماعيلي النهائي وفنشت وتأيدت إفريقيا، والمفروض كنت ألعب في إفريقيا. ويمكن كابتن جوري كلمني قال لي يا ضي أنا محتاجك في سويسلاند، كان في ماتش هنا في سويسلاند، بس أنا كنت دخلت كلية الشرطة. فطبعا كان بالنسبة لي هتضيع عليا السنة، هيدي عليه 4 مواد، فانا قلت له يا كابتن جوري انا مش هقدر يعني هدي عليه السنه وانا تعبت جدا في السنه ديت، فانا هستاذنك لما ترجعوا انا هبقى يعني ممكن استقيل. طبعا انا رجعت، كابتن جوري رجع والاهلي كسب، بس كانت الامور اتغيرت بقى خلاص. كانت الامور بقت بالنسبه لنا صعبه شويه، فعشان كده بقول لحضرتك مش شرط انا اكون لعيب كبير اتفرض على المدير الفني او على جهاز في الملعب، ده مستحيل. لا انا مش سن لاحترامه، الكبير يحترم الصغير والصغير يحترم الكبير، وانا المفروض برعى اللعيب الصغير كلاعب كبير، لكن الاحترام قائم في كل الاحوال هنا وهنا. شرط الكابتن انا شايف ان في الوقت دوت من عمر الكوره محتاجه يعني بنود معينه، لازم اكون عندي القدره لاحتواء اللعيبه جميعا، بسمع للعيبه، بطلع للعيبه وبنزل لها كل واحد حسب فكره. انت معاكي 25 عقلية الله أعلم، ده بيحب إيه وده بيكره إيه وده محتاج إيه وده مش محتاج إيه، فأنا لازم أطلع للناس دي وأنزل للناس ديت، وفي نفس الوقت ما أعملش مشكلة في الفرقة. كابتن الفرقة بيلم، يعني كانت بتيجي فترة من الفترات مع بعض الفرق مشكلة قبل كده بسبب موضوع الكابتنة. هو مش مشكلة
انا وانا مدير فني المفروض اللي يعني يعلن مدير كابتن التيم المدير الفني، المدير الفني او حد من الجهاز. فانا كان وقتها حد من المسؤولين عندي في النادي الداخليه في اجتماع حر قبل التمرين لقيته بيتكلم في حته ان كابتن التيم فلان الفلاني، وانا كنت حاطط في دماغي ان انا ممكن اديها له، ممكن يبقى اثنين مثلا او ثلاثه. فلقيته فرض على 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 التيم كله الحته دي وانا ما اتكلمتش فيها. فدي تعمل مشكله، لان ممكن في ناس قديمه وبنفس الكواليتي بتاعه المدير الفني اللي اتقال عليه، بتاعه الكابتن التيم اللي هو قال عليه المسؤول في النادي. فدي اثرت. طب ليه انا ما كنتش كابتن تيم؟ طب ما انا فلان بي مثلا مثلا بملتزم وانا ملتزم، فلان بيجي بدري وانا باجي بدري، فلان اساسي وانا اساسي، فلان شخصيته وانا شخصيتي، طب ما اديش للقديم ليه؟ طالما كل الصفات والمواصفات موجوده في اثنين والقديم موجود يبقى القديم هو الاولى بيها، ده حق اصيل. فحته ان انا كابتن او مش كابتن دي بترجع للمدير الفني وبترجع لشخص اللاعب والكواليتي بتاعته وفي احتوائه للعيبه من عدمه. لان ممكن يبقى عندك لعيب كابتن تيم بس شخصيته ضعيفه، دي هتاثر في الفرقه كتير جدا على فكره، خلي بالك. يعني اللعيب او مين أو الكبار الاحق بشاره كابتنه منتخب مصر؟ نتكلم كوره يعني؟ وجهه نظر. هم واحد من ثلاثه، نمره واحد محمد صلاح، اثنين النني والشناوي. انا شايف انه الاقدر يعني ثلاثه، وهقول هم يمكن اكتر ناس خبره. ممكن لو دخلنا طارق حامد كمان، ممكن طارق حامد يخش في الكابتن، لان على ما اعتقد ان طارق حامد ممكن هو اجريسيف قوي وممكن يلم، لكن ما اعرفش في حاجات ساره ما نقدرش نحكم عليها غير لما ننصهر جوا بعض. يعني في حاجات شخصيه ممكن انت تستريحي معاها قوي، انا بقى عكسها تماما. وممكن حد يقدر يكيف نفسه مع ده ومع ده ومع ده، وده اللي يصلح للفرقه. الخبرات اللي خدها محمد صلاح والنني في وجود الشناوي ثالث او طارق حامد على ما اعتقد ممكن يبقوا عندهم القدره الحكيمه في قياده اللعيبه في حته بيتفقوا فيها مع الجهاز. انت عارفه ان كابتن التيم ده بيعتبر عضو في الجهاز، المفروض عضو في الجهاز، يقدر ينقل صوره وفكر وانطباع الجهاز للعيبه. دي محتاجه مش كبر سن، لا، محتاجه حكمه، محتاجه خبره، محتاجه عقليه مختلفه، عقليه فذه معمليه. زي ما كان الله يرحمه يونس الشلبي، عقليه معمليه، محتاجه فعلا دماغ بتشتغل، وفي نفس الوقت محتاجه حد يقدر يوصل دوت بشياكه. وفي نفس الوقت انا بحبه، اكون بحبه، صارم، قوي، شديد، وفي نفس الوقت هو بيعمل ايه؟ بيديني كل التعليمات وانا بنفذها. فدي مش صعبه ومش سهله، بس انا على ما اعتقد الثلاثه اللي قلت عليهم سواء النني محمد صلاح الشناوي وممكن يخش رابع طارق حامد، عندهم القدره ان ممكن حد فيهم يقود او يقدر يرتدي شاره منتخب مصر. المدرب الوطني ام الاجنبي؟ يعني في ناس تبقى بالنسبه لها لا، ما يبقى حد ابن بلدي مصري فاهم اكتر اللعيبه، عارف يتواصل معاهم اكتر. ناس تقول المدرب الاجنبي بيفرق الخبرات. يعني وجهه نظرك في الموضوع، الوطني ولا الاجنبي؟ هقول لك حاجه، كل مدير فني سواء بجنسيه البلد او يعني من غير جنسيه البلد ليها ميزه وليها عيب. انا اذكر مره جوارديولا لما ساب برشلونه وراح مسك بايرن ميونخ اتعلم الماني. ليه اتعلم الماني؟ عشان يقدر يتواصل اسهل. وطبعا في احاسيس ومشاعر وفي بعض اللغه العاميه ما تنفعش تترجم. شكلك بتشجع مانشستر سيتي. لا انا ليفربول. انا بشجع ليفربول بامانه. يعني عايز اقول لك حاجه، فرقه كانت يعني مش هقول مرشحه، لا يعني هي اخر سنتين خدت كل البطولات. يعني خلاص هي شبعت، لكن شكل الاداء اتغير. يعني بامانه شكل الاداء اتغير كويس قوي. كفايه ان صلاح بيلعب في ليفربول، وكفايه ان صلاح بيلعب فيها. كفايه ان صلاح يعني، او النني يعني بالنسبه لي، او تريزيجيه. انا من الناس اللي بحبها جدا جدا، واتكلمت عليها وقلت في يوم من الايام انه هيبقى لعيب كويس جدا وفي قناه النادي الاهلي. تريزيجيه طبعا، اذا كان النني لعيب هنقول
بينفذ تعليمات تكتيكي، بينفذ تعليمات المدير الفني بكل صرامه، تريزيجي نفس القصه. تريزيجي الرئه الشمال لمنتخب مصر، او الرئه اليمين، او المكان اللي بيلعب فيه رئه لوحده لمنتخب مصر. من احسن اللعيبه اللي شفتها بامانه، يعني بيأدي زي الكتاب ما بيقول، هجوميا ودفاعيا. فدي حاجه من الحاجات الكويسه جدا، ميزه ان يبقى عندك طرفين كويسين قوي طبعاً. زي صلاح طبعاً. وزي تريزيجيه، بينفذوا شغل كويس قوي. على ما اعتقد، يعني على ما اعتقد ان حته الكابتنه كفيل بيها صلاح، كفيل بيها النني، الشناوي، وممكن يخش معاهم طارق حامد. يعني طيب نرجع بقى لجوارديولا اللي اتعلم الماني، كنا بنقول المدرب الوطني ولا الاجنبي؟ المدرب الوطني يقدر يوصل اللي هو عايزه اللي هو عايزه تماما للعيبه، يعني مش يبقى فيه فواصل بينهم وبين بعضيهم. المدرب الاجنبي حتى لو حد بيترجم وبيترجم صح، مهما كان لغه الكره واحده، انا فاهم ودي اعرفها كويس قوي، لغه الكره واحده من الصين لغايه كف شكر، تمام، لغه واحده تمام. لكن زي ما بقول لك، في بعض المصطلحات والاحاسيس المصريه بقى، او اللي بيها ممكن يوصل المدير الفني اللي هو عايزه للعيبه، ما توصلش من عن طريق مدرب اجنبي. انا شايف بعض الفرق محتاجه مدرب اجنبي، والبعض الاخر محتاج مدرب وطني. وفي مرحله من المراحل المدير الفني المصري في منتخب مصر بيبقى اقدر بكتير جدا من المدير الفني الاجنبي. يعني انا شايف ان كابتن حسام مع مجموعه لعيبه، وده بتبقى على فكره يا ساره دي بتبقى حظه كويس قوي. المدير الفني اللي بيجي في وقت من الاوقات مع مجموعه لعيبه كويسه جدا جدا طبعا، بتفرق معاه كتير قوي، زي كابتن حسن شحاته ربنا يديله الصحه يا رب وطوله العمر، كانت مع مجموعه لعيبه بلغه الكوره نقول يعني سهل انه ياخد بيها بطوله. مع التوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى كان سهل ان هو ياخد بيها بطوله واثنين وثلاثه. شايف ان تالق الانديه المصريه في البطولات الافريقيه ووصولهم طبعا للنهائيات سواء دوري ابطال افريقيا او الكونفدراليه، واكيد بتكلم على الاهلي والزمالك وبيراميدز، هيكون ليه تاثير ايجابي جدا على شكل المنتخب الفتره دي؟ طبعا ده مما لا شك فيه. يعني انا شايف ان دي حاجه كويسه جدا، ده فضلا عن ان بعد كورونا احنا اهلي وزمالك في نهائي افريقيا. يعني ده بحد ذاته انجاز للكره المصريه. انجاز للكره المصريه، برافو عليك. المقاولين بيدعم جامد جدا برضو، بيراميدز بيدعم جامد جدا، فعلى ما اعتقد ان الاربع انديه دول هيبقى محور ارتكاز لاي مدير فني ممكن يفكر في لعيبه ياخدها لمنتخب مصر. هتاثر طبعا، الاحتكاك هيأثر بشكل كويس جدا، بدل ما يبقى فرقه واحده او فرقتين هم اللي محتكين وهم اللي مسيطرين وهم اللي ممكن يتاخد منهم لعيبه. لان نتكلم برضو، اللعيب المصري ممكن يبقى لعيب تدريبات وممكن يبقى عدم احتكاكه وبيتحط تحت ضغط ما تلاقيهوش. فالماتشات الافريقيه سواء كونفدراليه او كاس افريقيا او اول وثاني افريقيا، على ما اعتقد دي هتبقى طبعا هتعود على المنتخب المصري باللعيب اللي يصلح يلعب منتخب مصر. في لعيبه كتير جدا في انديتها تلاقيها سوبر، يجي في منتخب مصر ضغوط شكل تاني، التحامات، قوه بدنيه، قوه جسمانيه، خبرات كتيره ما تلاقيهمش. طب شايف في لعيبه تانية غير اللي قلناهم تالقوا في الدوري المصري وكانوا يستحقوا ان هم ينضموا للقائمه، حتى لو استبعادهم مش ظلم، يعني احنا مش بنتكلم ان ده ظلم ليهم، لكن كانوا يستحقوا ان هم ينضموا للقائمه النهائيه لمنتخب مصر؟ انا شايف ان دول اقرب لعيبه بامانه، اقرب لعيبه اي حد كان هيمسك منتخب مصر هيختار اللعيبه ديت، بالاضافه للثلاث لعيبه اللي قلت عليهم، كهربا، احمد فتحي، مروان محسن، ومروان محسن. على ما اعتقد يعني مفيش حد تاني على ما اعتقد يعني يكون، او يمكن دماغي دلوقتي او ذهني مش حاضر بالنسبه للعيبه دي، لكن انا شايف ان اللعيبه اللي اتاخدت دي ال 30 لعيب دول، وعلى ما اعتقد ان في تقريبا اربعه او خمسه هيتشالوا من القايمه، وممكن احتماليه زي ما انت حضرتك بتقولي دخول كهربا فيهم، يعني في اربعه انا متاكد اسماء يعني هتتشال، على ما اعتقد انا بس مش فاكر اسمائهم، لكن اقرب ناس كانت للقايمه اللي اختارها الكابتن حسام على ما اعتقد. يعني
طيب فيروس كورونا أثر على العالم كله يعني وبالتأكيد على قارة أفريقيا، ولكن شايفين الحقيقة تطور كبير في أداء الفرق المصرية، وبنتكلم على ثلاث فرق الحمد لله وصلت لنهائي البطولات الأفريقية. شايف سبب التطور ده إيه بالرغم أن الموسم ده كان صعب واستثنائي والعالم كله يعني عدى بظروف، كل أندية العالم يعني عدت بظروف صعبة جدا وخدت وقت على ما تستعيد مستواها؟ حتة الرغبة يعني اللعيبة المصرية واتحاد الكورة رغبته أنه ينهي الموسم والموسم تماما مكتمل ويعني لازم يكمل، كان في تحدي احنا ما شفناش قبل كده في اي وقت من الاوقات ان اي فرقه مصريه بتلعب كل 3 ايام مباراه او كل 4 ايام مباراه. كان صعب جدا، كان تحدي صعب. في 5 تغييرات، في يعني قوه من اللعيبه ان احنا عايزين نكمل وعايزين نقول ان احنا انتصرنا على كورونا، ويمكن ربنا كرمنا وزي ما بقول لحضرتك ان الاهلي والزمالك بقوا بيلعبوا في نهائي افريقيا. في نفس الوقت القرارات اللي اتخذت ان لازم يتلعب الدوري، يعني كانت في ناس كتير جدا طبعا اللي ليها مصلحه انها قريبه جدا من الهبوط مش عايزين نكمل دوري. وفي بعض الفرق اللي كانت فوق بعد الاهلي ما فرق ب 14 بوينت مش عايزين يكملوا، عشان برضو مش هقول بقى زمالك او بيراميدز، لا انا مش هتكلم مقاولين او اطلاقا، انا هقول اللي في رغبه كل واحد او فكر كل واحد. ليه الاهلي ياخد الدوري؟ طب ما عندنا فرصه ان احنا يتلغي الدوري ومفيش مشكله ونكمل عادي، والسنه الجايه مفيش مشكله وناخد الترتيب بتاع السنه اللي فاتت، وده ممكن يتقال عليه اول ولا تاني ونشتغل عادي. لكن الاصرار اللي كان من اللجنه الخماسيه في اتحاد الكوره، يمكن الحاجه الوحيده اللي اتغيرت بنسبه كورونا هي الغاء الهبوط في الممتاز بيه، يمكن دي الحاجه الوحيده اللي اتغيرت في الشكل العام كان ممتاز بيه. والقسم الثالث الغاء الهبوط، شايف انها نجاح بامانه، انا شايف ان هو نجاح. ويمكن حاجه بس برضو مش عارف مستغرب لها في مصر قوي يا ساره، تقنيه الفار عامل مشاكل، عامل مشاكل، زود الجدل يعني الجدل يعني مش عارف يعني ده احنا بنحط نحسبها وبتتعاد وبالبطيء وبين 20 زاويه وناس بتختلف الناس بتختلف، يمكن اتسرعنا فيها شويه لكن بقت موجوده في تطبيقها طبعا. احنا يعني برضو مش المفروض انها كانت تتطبق بشكل دوت او تستنى شويه او يبقى في تدريب اكتر بالنسبه للحكام، اقصد تدريب اكتر على التقنيه دي. لكن موسم عدى، نجحنا في نفس الوقت، طلعنا لعيبه وقلنا كملنا. اي نعم الراحه يمكن لن تتجاوز 4-5 ايام بين السيزون والسيزون الجديد، لكن شفنا ان احنا نجحنا فيها، قدرنا نعديها كويس قوي. ويعني بقول ان دي ان شاء الله تبقى حاجه كويسه قدام في ترتيب الفرق، لان الفرق نزلت والله يا ساره، فرق نزلت واتظلمت كتير جدا بسبب التحكيم. واتمنى ان التقنيه دي لجنه الحكام يتدربوا عليها اكتر، بحيث ان حاله تحكيميه مزبوط. بالنسبه لك كانت غريبه جدا في الفتره اللي فاتت في الدوري المصري؟ هو بامانه لا، في حالات كتيره انا مش حاسس في حالات كتيره بامان 3-4 بقى انا مش فاكر دلوقتي بامان طلع، لكن في حالات كانت واضحه وضوح الشمس واضحه وضوح الشمس بالظبط. في حاجه استوقفتني دلوقتي بالنسبه لمروان محسن، تقنيه الفار. الجول اللي جابه في الرجاء في الوداد رغبه غير عاديه انه عايز يجيب جول. اي لعيب مكانه شاف اللاين مان رفع الرايه، انا متاكد يلعب الكره في الاوت، يا يسيبها ويرجع، يا لا ده استلم وعدى وبص للجول وجاب جول. نص سنتي سنتي بالظبط، انت واخده بالك؟ دي حاجه من الايجابيات اللي فيها بستغرب ان مروان محسن مش موجود. نمره واحد، نمره اتنين ان دي ادت قوه جامده جدا لمروان. يعني انا فعلا مستغرب ازاي مروان، مش عارف والله، نفسي اسال كابتن حسام شخصيا اقول له مروان بره ليه؟ لا ليه؟ وخصوصا انت عندك مصطفى محمد وكوكا
في مين تاني غيرهم؟ مفيش. على ما اعتقد المكان دوت بعد وجود مصطفى محمد ما كانش فيه موجود غير مروان تقريبا وكوكا تقريبا. على اي حال طبعا احنا بنتمنى كابتن ضياء التوفيق لمنتخب مصر طبعا، وانه ان شاء الله نكسب مباراتين توجو دول مهمين جدا بالنسبه لنا. وبشكر حضرتك على وجودك معايا النهارده. ربنا يخليك، ربنا يخليك، ميرسي يا ساره. بشكر حضراتكم كمان على المتابعه، بكره حلقه جديده من برنامج السادسه.